بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ادفعنا إلى التوحيد حقا لا قولا فقط، وبارك لنا في أعمالنا لتكون لوجهك لا لغيرك، إنك لا تقبل الشريك أبدا. نحن موحدك بصدق يا ربنا قولا وعملا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، والعدوان إلا على المشؤومين أهل العقل ولا بيان. قالوا يهود: ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، يعني ما تساوي شيء قولك، وتحدث هراء وكلام فارغ، يعني فداوي وبرك، هذا جايب عامل روحك عندك بديل عن احنا فيه، اللي احنا فيه راضيين بيه ومؤمنين بيه. هذا شي يقولوا كرب مرة اقرب الصغير والكبير فيهم تلقاه كان هذا اللغة بتاعه، إلا من رحم ربنا، عندهم هم الحق وعندنا احنا الباطل. لذلك يحق لهم أن يقطعوا دابرنا، سواء كان سموهنا إخوانجية ولا إخوان مسلمين، يحبوا يقطعوا دابرنا. لا يقدر أحد على ذلك، لكن ربنا إن أراد أن ينصرنا فسينصرنا على حسابكم. واكتبوا بني صهيون لموا بعضهم وركزوا مؤامراتهم على منطقة معينة، كأنها لن تفلح في إنجاب المجاهدين والمجاهدات. فإذا بيرينا ماذا يقع في شمال الأرض المحتلة وفي جنوبها، رينا اللي بنو صهيون كلهم وكلاب الولايات المتخذة وكلاب الغرب كلهم جبدوا ريحاتهم، خاطر عارفين كارثة جايتهم. قدموا مقبل النصارى، خذوا مال، والكنائس عاونت أسياد البلدان باش يعاونوا الهجرة إلى فلسطين المحتلة، وعاونوا في وجود كيان، وقبل ما يكون كيان فما تيست عملوه كلب الإنجليزي في سقط هذاك اللي ما هوش صحيح يكون نصراني، لا نصراني كاذب ولا نصراني صادق، هذا بلفور ما يكون كان صهيوني في العمق، وكان مكان وصالوا وجالوا، واليوم بدأت الأمور تدور عكس الماكينة اللي حبوها تصير تطحننا وننقرض بطحنها. هذا لا يكون، ورب يعد بالنصر لنا وبالخسارة والمذلة والصغار لهؤلاء الأنذال بنو صهيون، والكرب معهم في قرط الله وحده، نسأل الله السلامة.